أحسن الله إليكم. يقول السائل صاد ميم سين: كلنا نطلب حسن الختام في هذه الحياة الدنيا، يقول ما الأمور المعينة على حسن الختام للمسلم فضيلة الشيخ؟ المداومة على العمل الصالح، لأن من عاش على شيء ختم له به، فيداوم على العمل الصالح والطاعات، فإنه حري أن يختم له بالخير، والابتعاد عن المحرمات والمعاصي لئلا يختم له بشر. نعم.